بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان ومتابعة للملف الخاص في استاد الأهلي. النهاردة هنكمل كلامنا عن ملف الشائك دلوقتي في الأجواء الرياضة المصرية وهو اللائحة الاسترشادية. ولكن في البداية برحب بضيفي الكبير الأستاذ طارق عبد اللطيف الخبير الخبير في اللوائح والقوانين. منورنا النهاردة وشرف لينا أن حضرتكم موجود معنا. أنا سعيد جدا بوجود معاك وفي قناة الأهلي، ده شرف ليا. طيب أستاذ طلال، في الفترة اللي فاتت هناك لغط، هناك أقاويل، هناك تصريحات، الكل يتحدث عن اللائحة الاسترشادية، والكل بيتكلم من وجهة نظره هو، ما حدش بيتكلم بدليل بين، ما حدش بيتكلم بمستند، ما حدش بيتكلم إلا من وجهة نظره، يعني اللي شايفها كويسة وفعالة وبتؤدي الدور الصح بيبتدي يتكلم إن هو ده لازم ولازم نمشي على هذا المسار ولازم نمشي على هذا الخط. وفي جانب آخر بيقول لا، اللائحة ديت غير مفيدة، واللي بيشتكي منها الأندية الكبيرة، نادي الاهلي ونادي الزمالك مش عاجبهم وضع هذه اللائحه. حضرتك شايف موضوع اللائحه اصلا ازاي من وجهه نظر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قبل ما نخش بس في اللائحه عايزين نتكلم كلمتين على امبارح شويه. قبل ما نوصل، وصلنا للائحه دي ازاي؟ من 2012 واحنا في هذا الصراع ما بيننا وما بين الوزاره وما بين اللجنه الاولمبيه، هنشتغل ازاي؟ 2008 قبل كده جه جواب من اللجنه الاولمبيه، اعملوا اللوائح بتاعتكم وفقا للمعايير الدوليه والمنسق الاولمبي. ما اهتمش حاجه. 2012 العمليات بدات تتفاقم جامد. لا ما كنتش هتعملها، هتتوقف ولا لا. طيب. عايز بالراحه كده، يعني ايه معايير دوليه؟ ويعني ايه منسق اولمبي؟ نعم. ناخدها بقى كده عشان الناس كلها تبقى واحده واحده، يبقى الناس فاهمه، لان ما حدش فاهم لحد دلوقتي. انا بلاحظ انا هقول بالظبط، هناخدها بالراحه وهنبسط المعلومه عشان الناس تبقى واصله معانا. اوعى تكون فاكر ان الميثاق الاولمبي ضد سياده الدوله، ما حدش قال كده. هناك زعم بيقول كده بس حقيقه لا خالص. الميثاق الاولمبي بيقول لك ايه؟ تعالى نتفق كلنا على قرار يدير عملنا، بس احنا اصحاب القرار. يعني قد نتفق في الجمعيه العموميه ان احنا نروح قضاء اداري، ما حدش يقول لك لا. ما حدش قال اعمل مركز تحكيم. الميثاق الاولمبي لم يذكر مركز تحكيم، بس قال لك خد قرار جماعي بتاعك انت مش مفروض عليك، خد قرار متفق عليه كجماعي بما لا يتعارض مع سياده الدوله. نعم. متفقين؟ يعني مش هاجي من جماعه يقول له تعالى نبيع هيروين، لا خالص، بما لا يتعارض مع سياده الدوله. اذا لازم نوضح المساله بالراحه ان ما هناك، ما فيش هناك صراع ما بين الميثاق الاولمبي وسياده الدوله. دي نمره. جينا في 2012 قلنا انتوا طالبين ايه يا لجنه اولمبيه دوليه؟ قالوا عايزين تعملوا اللوائح بتاعتكم. ما خدنا في الموال ده، كان الاستاذ العمري فاروق وزير الرياضه. رحنا عشان نعمل قانون رياضه. طب عشان نعمل قانون رياضه اتجهنا الى عمل دعوه هائله جدا في مركز المؤتمرات، وقعدنا اظن اربع ايام وطلعنا 360 توصيه. دول يطلعوا قانون رياضه. وخدنا 360 توصيه وطلعنا على الوزاره، طلع قرار وزاري بعمل ورش عمل وبدانا نشتغل نعمل قانون. كان معانا الدكتور كمال درويش والدكتور جمال محمد علي، يعني اساتذه العلم النخبة. والخبره النخبه. اشتغلنا كتير، يجي ثلاث شهور واصبح القانون جاهز، وكنا حاطين على الشاشه الميثاق الاولمبي وبنحط الفكر بتاعنا وبنبتدي نقرب الوجهات، تدمجوا الامور مع بعض. فاجئنا بين الليله وعشيه وتنوضحها بالظبط كده الصبح بقت لائحه. ايه ده؟ حتى دي كانت نقطة خلافي أنا شخصيا مع الأستاذ عمرو. طب فين الديمقراطية هنا؟ فين يعني هنا فين؟ أنا ما أعرفش هو ليه عمل كده، اللي الكل بينادي بيها. بالظبط. وبعدين أسأل حضرتك سؤال مهم جدا. فضل. أيجب إن أنا أعمل أو أفعل قانون أو أفعل لائحة دون أخذ الرأي الأندية؟ هنوصل لها بعد يا أستاذ محمد، هنوصل لها. طب أنت أخذت، أنا مشينا يمين وقمت جايب جون في الشمال. إيه ده؟ وانا قلت الكلام ده للاستاذ العمري فاروق وقريب ومن يوميها وقبل كده، ان انا واضح وصريح في كل الامور يعني. ماشي. قال انا غصب عني مش غصب عني، المهم طلع لائحه وحصلت الازمه بتاع الاستاد. نعم. ومشي العمري فاروق. جاء كابتن طاهر ابو زيد وقلنا ده واحد من الرياضي. انا شخصيا كلمت الكابتن طاهر وقلت له ما تعملش لائحه. احنا القانون جاهز. اقعدوا لقحوه. عدل نقطه اثنين ثلاثه هنطلع بيه بالقانون وننتهي من القصه دي. اتفاجئنا برضه باللائحه. القانون زي ما هو مركون،
الكابتن طاهر جاب جماعه من عنده وعملوا قانون اخر مناهض له سياسه ولا استراتيجيه بتاعته. ايه هي؟ عشان برضو امبارح كان في حد عندك هنا كان بيتكلم على هذا، استاذ خالد الابرق. ايوه انا مش هقول اسامي خالص. لا. القانون اللي اتعمل في عهد كابتن طاهر ابو زيد لم اللائحه حطها جوه قانون. ايه السياسه بقى؟ قال لك الناس دي عايزه ايه؟ تاخد الصلاحيات بتاع الجمعيه العموميه في اللائحه. طب انا هاخد كل الصلاحيات واحطها فين؟ في القانون، بيعملوا اللي هم عايزين. عملنا ايه؟ ولا حاجه. زي ما ابتدينا رجعنا، يبقى انت خدت كل الحاجات اللي انت عايز تحطها في اللائحه حطيتها لك. طب انا دلوقتي كوزاره شباب ورياضه تمام وكلجنه اولمبيه، اولا عندي مناخ مختلف جدا عن اللي كان موجود فيه الفتره اللي كان فيها الوزير السابق كابتن طبعا طاهر ابو زيد. انا هحصلها لك. انا بقول لحضرتك فانا دلوقتي عندي المناخ ملائم. انا جاي لك وعندي رؤيه الدوله نفسها داخله على مرحله الرؤيه. تمام. طب انا ازاي اخش على هذه المرحله وعندي المناخ دلوقتي ملائم وبحاول ارجع جمهور وبستضيف بطولات دوليه؟ تمام. وباخد خطوات في ان انا الم شمل الرياضه مره ثانيه وبين عشيه وضحاها اطلع بلائحه وافاجئ الانديه بدل ما اخد رايهم والانديه الكبيره. طيب واحده واحده، احنا خلصنا من كابتن طاهر وصلنا لمين؟ للمهندس خالد عبد العزيز. استلم هو اعتقد في شهر 2/2014. انا رحت له، هو عمل استطلاع راي مع الناس كلها من ضمنهم انا، فرحت قلت له بلاش تعمل لائحه وقانون جاهز واجل الانتخابات شهرين، بدل ما هنعمل الانتخابات في شهر 3/2014 خليها في 7/2014 وهتبقى كل الامور ما عندكش ادنى مشكله، ان القانون اوريدي عندك قانون طاهر ابو زيد جاهز وقانون اللي عملناه امير عامر فاروق جاهز، هتحط ده جنب ده على الفكر اللي عندك طلع قانونك والسلام وخلصت. وكان اعتقد المستشار عدلي منصور موجود يا محمد هيطلع بقرار جمهور وانتهينا وما عندناش اي حقن لهذه المسائل. رفض وصمم واتعملت الانتخابات وقلت له هذه الانتخابات باطله، ما سمعش كلامي واللي انا قلته اتعمل. انتخابات الاهل باطله، انتخابات الظهور باطله، انتخابات الشمس باطله، كل نادي رفع على بطلان الانتخابات طلع صح كده. اللي انا قلت له الكلام ده في مكتبه يا باشمهندس انتخابات باطله، ما سمعش كلامي. يعني اجراء اتخاذ الانتخابات من الاول؟ لا، الاجراء اللي تم بيها الانتخابات باطله. نعم. اللي هو البطلان الجزء وغيره وغيره وغيره. عشان كده تم تعيين المجالس سواء مجلس اداره النادي الاهلي ومجلس اداره نادي الزمالك. طيب هو بقى من 2014 ل 2017 احنا فين؟ تعالى بقى ناخدها بالراحه كده عشان الهيستوري ده مهم جدا. جاله جواب من اللجنه الاولمبيه الاتحادات لازم تعمل لوائح. فطلع جواب من الوزاره يا اتحادات اعملوا لوائحكم. انا بجيب لك بقى التاريخ اهو. كل لائحه، كل الاتحاد عمل اللائحه بتاعته. اجمع الجمعيه العموميه، اجمع الجمعيه العموميه، عملنا اللائحه، لائحه اهي. فعل يا سياده الوزير؟ لا مش هفعل. طب كنت بتعملها ليه؟ عشان يرضي التعليمات اللي جت من اللجنه الاولمبيه الدوليه. طب ماشي. طب اللوائح اتعملت. ايه الموقف؟ يعني انا دعيت جمعيه عموميه. ايوه. وعملت لائحه. وجبت خبر. تمام. وعملت لائحتي. تمام. وفي الاخر اتحطت في الثلاجه. بالظبط كده. والدليل اللي هقوله لك بالاسم اهو. الاستاذ هشام خطب رئيس الاتحاد الفروسي. ما كانش اياميها رئيس لجنه اولمبيه، كان نايب. نعم. والمهندس ياسر ادريس رئيس اتحاد السباحه. عملوا لائحتهم. وبعتوها للوزير عشان يفعلها، لم تفعل، راح رفعوا قضيه في القضاء الاداري. اللي بيلوموا على القضاء الاداري هم التجأوا القضاء الاداري. عشان يفعلوا اللائحه بتاعتهم، ده الكلام ده في اوائل 2015. انا بجيب لك تاريخ ان انا شاهد على هذا التاريخ كله. الوزاره ردت قالت ايه؟ هذه اللوائح ضد القانون. يعني انت بتقول اعمل لائحه؟ ولما عمل اللائحه ما رضيتش تفعلها عشان ضد القانون. بالدليل ان احكام القضاء الاداري كلها رمت بعرض الحائط تلك اللوائح. انا بقول لك ده عشان هرجع لها تاني قدام هنوصل لها. اذا اللوائح دي زي عدم. طيب تعالى اعمل قانون. اللجنه الاولمبيه عمل قانون. والوزاره عمل قانون. اتفاجئنا وانا كنت ايامها في لجنه الانديه ما زعم باسم لجنه الانديه في اللجنه الاولمبيه. ده 2015. نعم. تعمل قانون، تعالوا يا عم نقعد مع بعض نناقش القانون. المهندس خالد عبد العزيز جاب لنا القانون بتاع كابتن طاهر، قال اهو خدوا لقحوه. عدنا نلقح فيه وعملنا القانون بتاعنا. واحنا شغالين هو عمل قانون لوحده. اتفاجئنا ان قانون الوزاره اتبعت للجنه الاولمبيه الدوليه. فاضطرينا نبعت القانون بتاعنا. فبقى في قانونين موجودين في اللجنه الاولمبيه الدوليه، ده تاريخ محدش يعرفه.
يعني في دلوقتي حضرتك بتقول ان ايه دلوقتي في تضارب، اللي انا حسيته المشاهد حسه ان التضارب دوت بيبين ان الدنيا مش ماشيه في اطار. يعني السؤال اللي انا سالته حضرتك في الاول، لماذا لم تدرس هذه اللائحه؟ هنوصل لها لسه برضه يا محمد. هو احنا انا باخد بس بحاول اوصل كده الصوره مع بعض عشان الناس تبقى فاهمه، لان برضه المشاهد احنا قربنا ملم. احنا قربنا ان القانونين راحوا اللجنه الاولمبيه، يعني في قانون عملته الوزارة وقانون عملته اللجنه الاولمبيه، اللجنه الاولمبيه بعتوا اللجنه الاولمبيه الاثنين، جالنا جواب اللجنه الاولمبيه قالوا عضوا مع بعض ولقحوا سوا، عضوا مع بعض استفوا، شوف ايه ال 40 في 40 نقطه خلاف بينكم. ماشي، المفترض ان اللجنه الاولمبيه هتقعد مع الوزاره. طب ايهما اقرب للجنه الاولمبيه انها تاخذ بيه؟ كان لازم يلقح بين ده وده، ان في حاجات هنا ضد وهنا حاجات ضد. عضوا مع بعض ليه؟ ان اللجنه الثلاثيه برضو عايز اوضح هذه المعلومه. ايه هي اللجنه الثلاثيه؟ لما حصل خلاف وقال لك ما تشتغلش باللوائح بتاعتك، الاخ اللي كان عندك امبارح قال لك جمد القانون، لا يملك انه يجمد القانون، لا يملك انه يجمد القانون. ده الكلام ده مش مظبوط، القانون لم يجمد. ليه بقى؟ ادوات التشريع عندك ثلاثه، دستور، قانون، لائحه. اللي بيضع الادله ده هو الوحيد اللي قادر على تعديلها. الدستور بيعمله الشعب، نعم، هو الوحيد اللي يقدر، القانون بيعمله مجلس الشعب، نعم، هو الوحيد اللي يعدل. القرار الوزاري اللي هو لائحه ده بتاع هو التدرج، ان الدستور بيطلع منه قوانين، القوانين تطلع منه لوائح. عشان تبقى بالظبط. فقالوا طيب اعملوا لجنه ثلاثيه عشان اللوائح دي هنقدر نجمدها، مش هنشتغل بيها رغم ان لم يصدر قرار وزاري تجميدها. ماشي، واتعمل لجنه ثلاثيه، قال اكيد هيحصل خلاف ما بين الوزاره وبين اللجنه الاولمبيه. طب واحد من هنا واحد من هنا، ونجيب واحد عضو دولي. فاللجنه بقى رشحوا الدكتور حسن مصطفى، وانشئت اللجنه الثلاثيه ليست لإدارة الرياضة. خلي بال حضرتك من دي كويس قوي، لكن لفض النزاع الذي قد ينشأ ما بين الجهتين في حالة إيقاف اللوائح. يعني لفض النزاع ما بين اللجنة الأولمبية والوزارة ووزارة الرياضة. ليه؟ إن اللوائح قالوا جمد اللوائح. فعشان تجمد اللوائح خلاص ماشي، يبقى هيحصل خلاف. لحد كده تمام ما بين؟ راح القانون بتاع الوزارة وراح القانون، رجعوا القانونين، الوزارة عملت قانون وطلعت بها على مجلس الدولة. ده البدايه بقى، عشان انا جبت لك القصه من اولها. اتخذ مشروع قانون وراح بيه مجلس الدوله، اتعرض على جمعيه الفتوى والتشريع في مجلس الدوله، تم التحفظ على هذا القانون عشان منازعه رياضيه، هو ما زالت قايمه لحد دلوقتي. قالوا لا ده ما ينفعش عشان 1 2 3 4. خد هذا المشروع وراح طيب بيه. انا دلوقتي لما يروح مجلس الدوله، ايوه، شكوى او منظور زي اللي حضرتك قلته، تمام، بيتم البت فيه ازاي في مجلس الدوله؟ هقول لحضرتك بس خدني برضو بالراحه. انا هجاوبك على كل اللي انت عايزه. لما راح المشروع قانون الى مجلس الدوله، اترفض من مجلس او تحفظ عليه مجلس الدوله، خده الوزير ووداه وزاره العدل، ما فيش فايده في المنازعه القضائيه، وداه مجلس الشعب. دخل على لجنه الشباب والرياضه. الحق يتقال ان هذه اللجنه كانت متعاونه معانا تماما، وانا كنت بناهد لوحدي. بناهد لوحدي في مجلس الشعب؟ لا، هنا على في قنوات. لا انا بقول لحضرتك في مجلس الشعب كانت اللجنه متعاونه. كان المهندس فرج عامر إيه؟ كان بيتابع معايا، نعم، نطلع على الهوا مع نير رياضه الاخ وائل ابراهيم، مع كابتن احمد شوبير، مع الدكتور عمرو عبد الحق، مع منى عبد الكريم، هم الاربعه دول ادوني مجال متسع، نعم، ان كان في حاجات كتير. عدلنا 80% من مشروع القانون اللي عملته الوزاره، وانا بقول للوزير هنا شكرا ان هو ما تشبثش. يعني احنا خدنا معركه احنا وهو، لكن في الاخر قال اوكي مبروك عليكم. خدنا الحافز الرياضي للثانويه العامه، خدنا الحافز الرياضي للجامعه، خدنا 70% الخصم بتاع الكهرباء والميه والنور، خدنا المسابقات لو في بطوله بره الثانويه العامه تتعمل. جميل جدا، يعني خدنا الممارسه، خدنا الاستثمار، في فوائد كبيره جدا. يتقال ان هذا القانون اللي يقول عليه قانون بايظ، اقول له لا انت غلطان، ان القانون حقق اكتر مما كنا بنحلم. احنا خدنا ديل جامد جدا لحد ما وصلنا. طيب ماشي، وصلت لك بقى لمربط الفرس، وقلنا القانون بقى فين؟ في مجلس الشعب. خد المفاجأة بقى. هذا القانون لحد ما دخل اللجنة العامة كان زي الفل. معايا حضرتك؟ بداية التعبان أهو بقى. النهاردة الساعة 12 بالليل، وبكرة سيعرض القانون على اللجنة العامة. تم إضافة مادة هي سبب البلاء اللي إحنا فيها. مين بقى اللي أضاف يا فندم؟ لا اسال بقى هناك بقى، هم يقولوا لك بقى الماده بتقول ايه. ما احنا لازم نفهم برضه. ما انا هقولها لك في الاخر برضه. اللي له وجه استفاده هنا هو اللي ضاف، بس العيب مش عليه، العيب على اللي سمح انها تتضاف. طب ما هو برضه يا فندم، ما هو كده هترجع لي للسؤال تاني. مين اللي سمح انها تتضاف؟ اللي سمح انها تتضاف رئيس لجنه الشباب والرياضه، هو سامعنا على الهوا. الماده الرابعه بتقول ايه؟ خلي بالك دي متضافه، حسبت لك انها متضافه دلوقتي.
في سياق القانون ماشي هقولها لك. المادة الرابعة اللي ضافوها بالليل اهي، تضع اللجنة الأولمبية المصرية لائحة استرشادية للنظم الأساسية للهيئات الرياضية تقوم بإرسالها تلك الهيئات. خلي بالك دي اللي ضافت ومكمل الجملة. وتعقد الجمعيات العلمية للهيئات الرياضية اجتماعا خاصا خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بقانون المرافق يخصص لوضع نظمها الأساسية، وتحدد اللجنة الأولمبية النصاب اللازم للنقاط. ده الإضافة اللي عملها، ولو ما اكتملش النصاب اشرب وانت لبستها. دي المادة اللي اضافت. دي المادة الرابعة يا فندم اللي اضافت في مواد الإصدار. نعم. خد بقى المادة الأساسية اللي كانت في القانون بتقول إيه؟ المادة الثالثة عشان لو حد نظام القانون يقول إيه؟ اللي في السياق الحديث سياق النقاط بتاعة القانون. تتولى الجامعات العمومية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية والاتحادات الرياضية والأندية الرياضية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجامعات العمومية والاتحادات الرياضية وضع أنظمتها الأساسية. إذا هنحاول أهو عشان نعيدها تاني. المادة الثالثة من القانون يا أستاذ كريم أبو حسين عشان نكتبها لنا. تتولى الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات المصرية وأعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية وضع أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، على أن تتضمن هذه الأنظمة جميع القواعد والأحكام المنظمة لعملها. حلو كده، دي اللي هي المفروض محطوطه طبيعيه. طب هتحط دي على جنب وتجيب لي الماده اللي هو حشرها وتقول لي لا في مواد الاصدار تضع اللجنه الاولمبيه مش الاتحاد. طيب يا فندم دلوقتي في هذا السياق ده معناه ان الجمعيه العموميه اللي بيطالب بيها النادي الاهلي ان هو يعملها بطريقته معلوش اي ضوابط فيها، معلوش اي قواعد، يعني يعملها حسب ما يترى لي. بالظبط، انا هوصل بقى بين النقطتين دول الى الاتي. انا مجبر على هذا التناقض، ان القانون خلص مجبر على هذا التناقض. طيب الماده الثالثه دي احنا قلناها في مواد القانون دي 10-10 ما بتعملش بيها. ورجعني هنا بقى في الماده الثالثه، عايز اقف معاك في نقطه هنا. وحد الصلاحيات ما بين الجمعيه العموميه للجنه الاولمبيه زيها زي اللجنه البارالمبيه زيها زي الانديه زيها زي الاتحادات الرياضية، كل دول كل جامعة تعمل لوحية واحدة. إذا هو سوى ما بينهم. في المادة الثالثة اللي هو حشرها لي بقى في مواد الإصدار هنا اللي هي تم إضافتها قال لي إيه؟ تضع اللجنة الأولمبية لائحة استرشادية. وحط لك كلمة استرشادية هنتكلم عليها برضه. حشرها لي أهي وقال لي غصب عنك بقى لما جمعتش النصاب بتاعك أنت شاربها. طب أنا هجمع نصاب قوي قام جاي بقى رشقني في الحيطة إزاي؟ حاطين النصاب التعجيزي اللي انا بقوله لك ده انا قلته لسياده الوزير في الجلسه بتاعت البرلمان قلته 50 مره 12000 ونص و10000 والكلام ده هنقف عنده برضه. هنوصل في الاخر انك انت هتعجز تجيب النصاب فيتم العمل باللائحه الاسترشاديه. يبقى رجعنا لنقطه الصفر اللي هي ايه؟ اللائحه الموحده. يبقى رجعنا مطرح ما ابتدينا ان الوزاره كانت بتعمل لائحه موحده وكلنا غصب عننا بنشتغل بيها. النهارده رجعنا لائحه موحده. فين الديمقراطيه في هذه النقطه؟ فين بقى تفعيل دور الجمعيات العموميه وانا بعجزهم؟ يعني انا بديهم كلمه وبعد كده احط لهم سم في عسل بقى في حته ثانيه. هو ده اللي حصل، بس للاسف بايدينا احنا. الاول كنا بنلوم الوزير نقول له اللائحه وحشه. تعرف ان الواقف الاول كان احسن. لائحه وزاره بتطلعها ما تعجبنيش بروح اطعن عليها. طب انت راي حضرتك ايه في تصريحات كابتن حسن او دكتور حسن مصطفى اللي صرحها النهارده في جريده الاهرام اللي بتقول ان اللائحه الاسترشاديه هي اللي بيخالفها بيخالف الديمقراطيه؟ بص يا فندم تعالى نتفق في الاول عشان على الرغم ان برضه اعترف ان بها اخطاء. ده اعترف اخطاء في القانون كمان. اه انا عايز اقول لك حاجه مهمه قوي. الماده الثانيه من مواد الاصدار من القانون عشان كل المجالس تبقى فاهمه، على هيئات رياضيه قائمه وقت العمل بهذا القانون توفيق اوضاعها دون رسوم طبقا لاحكام القانون المرافق خلال 6 أشهر. خلاص الثالثه بقى بتقول ايه؟ الماده الثالثه في مواد الاصدار يا كريم، تستمر مجالس ادارات الهيئات الرياضيه القائمه وقت العمل بهذا القانون في مباشر اعمالها حتى نهايه مده توفيقها. يعني محدش يقول له المجلس هيتحل، اصل الوزير هيحل لك، ولا يملك من هذا، القانون اهو. يعني القانون نفسه اللي هم اصدروه؟ القانون اهو. مش مذاكرينه كويس. بالظبط كده. ما يقوليش بقى واللائحه اللي تم اصدارها ايوه مش متذاكره كويس. وفي الاخر المفروض ان انا بعمل حاجات
بدون المراجعة تمام. ودون التوثيق أيوة. ودون المراجعة وفي الآخر أنا طالب من هذه اللائحة الحاجة الرئيسية إن أنا أدي دور أكبر للجمعية العمومية وأوصل لمستوى أرقى كويس. لمستوى أرقى في الرياضة المصرية تمام. كل دوت لم يتم أخذه في الاعتبار كويس. وفي الآخر أنا بقول إن ده كده للصالح العام. طيب بص يا أستاذ محمد أنا هقف معاك في حتة المادة التالتة وهخش بعد كده. طب إحنا معانا هاتفيا الأستاذ أكرم عبد الغني الناقد الرياضي. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا كابتن محمد عامل إيه؟ إزي حضرتك يا فندم؟ الله يخليك. معانا الأستاذ طلال عبد اللطيف ضيفي العزيز. لك يا دكتور. أهلا بيك يا أستاذ. منور الدنيا كلها. ربنا يكرمك. عايزين نسأل حضرتك يعني طبعا اللغط القائم والكلام ومحدش بقى فاهم حاجة أستاذ أكرم فرأي وجهة نظرك إيه في أو أنت شايف إيه في موضوع اللائحة الاسترشادية؟ يعني هي اللائحة الاسترشادية الهدف من وضعها إن الأندية إذا فشلت في عقد جمعياتها العمومية لمناقشة اللائحة فتلجأ إلى هذه اللائحة الاسترشادية إجباريا. نعم. إحنا مش هنتكلم عن إن ده تدخل حكومي مرفوض تمام لكن هنقول ان هذه اللائحه تعتبر لائحه غير موجوده حاليا وغير ملزمه لاي جهه. الناس للاسف بتعتمد عليها والدكتور حسن مصطفى النهارده عامل تصريح غريب بيقول ان اللائحه فيها بند بيقول لا تسمح للانديه باقامه الجمعيه العموميه على يومين او في فرعين. نعم. يا دكتور حسن مصطفى هو انت مش عارف ان اللائحه دي غير ملزمه وان اللائحه دي غير موجوده من الاساس الانديه او الهيئات الرياضيه يعني هي غير ملزمه الهيئات العموميه لمناقشه لائحتها الخاصه هي يا استاذ اكرم هي غير ملزمه غير ملزمه من الاساس لا الاساس غير موجود نعم يعني 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 انا دلوقتي بعتمد على حاجه مش موجوده وبحاول الزم الناس فيها انها تشتغل بيها انا مش عارف ازاي وبعدين يعني الامر الخطير والاكثر خطوره من موضوع التدخل الحكومي هو وجود للاسف لغه ارهاب للانديه انا برهب الانديه وبحذرهم ان الانديه تمتلك كل الصلاحيات واللي مش هيلتزم انا هعمل وهسوي انا مش عارف ما المقصود بهذه اللغه لا وفي حاجه برضه يا استاذ اكرم يعني حتى في التصريح بيقول لك هو فيها اخطاء ولكن يجب تيسير المهمه والموضوع يمشي يعني ازاي حضرتك بتقول ان القانون فيه اخطاء ولكن احنا عايزين القانون تمر وتنتهي بسلام يعني انت عايز تحط طب انا ذنبي ايه كنادي اهلي انا ذنبي ايه ان انا امشي على قانون خاطئ تمشيني عليها وما بني على باطل فهو باطل معلش الصوت مش واضح يا كابتن ليه تاني السؤال انا بقول لحضرتك طب كده سمعنا كويس ايوه كده سامع طيب يا فندم انت كده دلوقتي هو الدكتور حسن مصطفى معترف ان القانون فيه اخطاء طب انا ذنبي ايه كنادي اهلي ان انا اخد بقانون اصلا فيه اخطاء مش عارف يعني حضرتك يعني ايه الالزام في كده انا مش شايف يعني مش شايف اي حاجه الدكتور حسن مصطفى هو ممثل اللجنه الاولمبيه الدوليه في اللجنة الثلاثية المسؤولة عن حل المشاكل الموجودة في مصر، أي أن دوره حيادي، المفروض أن الدكتور حسن مصطفى لا يتدخل وينتقد نادي أو اتحاد أو هيئة، لأن أنا دوري حيادي، المفروض أن أنا بقعد مع كل الجهات المتصارعة أو اللي ما بينها مشاكل عشان أنهي هذه المشاكل في حدود ما تسمح به القوانين الدولية، إلى أن يتم اعتماد اللوائح الجديدة والعمل بها. لكن الدكتور حسن مصطفى اعتقد ان هو بيحاول يكون ليه دور في لصالح اللجنه الاولمبيه ضد الانديه والاتحادات الرياضيه وهذا دور مرفوض وبعدين التناقض ده مش في مصلحه الرياضه استاذ اكرم ما انا مش عارف هو الدكتور حسن مصطفى يعني المفروض ان هو يرد على هذا الكلام والكلام المنشور النهارده كلام خطير ويمسه هو شخصيا مش عارف هل هو ممكن يكون قال الكلام دوت او الكلام تم فهمه بطريقه خاطئه مش عارف ايه الـ 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 الامر في الحقيقه يعني لان الدكتور حسن مصطفى ان سبق ان هو كان قبل كده بيطالب بحق نادي مدينه نصر في حضور الجمعيات العموميه وان يكون ليه لجنه انتخابيه في انتخابات مجلس اداره النادي الاهلي والتي سبق ان خاضها هو ضد الكابتن صالح سليم رحمه الله عليه طيب يعني استاذ انت كنت تطالب بهذه الحقوق من قبل والان تنكرها على غيرك طب يعني دلوقتي استاذ اكرم
النادي الاهلي من احد حقوقه انه يعمل الجمعيه العموميه على يومين على ثلاث ايام حسب ما يتراءى اليه. يعني حضرتك الجمعيه العموميه للنادي الاهلي نادي مدينه نصر فيه ما يقترب من اكثر من 50,000 عضو. ونادي الجزيره نفس الكلام. يعني هل هو المطلوب من النادي الاهلي ان هو يقوم بنقل 50,000 عضو اذا كان هناك رغبه من جميع اعضاء الجمعيه العموميه في مدينه نصر الحضور؟ هل يمكن ان تعقد جمعيه عموميه بهذا الشكل في نادي فرع واحد ان يحضر فيها كل هذه الالاف؟ احنا بنقول ان مش هتكتمل تمام، لكن احنا بنقول ان نفترض هل هذا حق اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي الحضور؟ إذا كان كل أعضاء الجمعية العمومية في النادي الأهلي لهم حق الحضور ويريدون الحضور لمناصرة ناديهم ووضع لائحة خاصة بهم وعدم فرض أي أمور من الخارج عليهم، أليس من حقهم أن يحضروا هذه الجمعية؟ إذا حضروا جميعا أين يحضر هؤلاء؟ ده وضع طبيعي. أين المكان الذي يستوعب هذا العدد؟ عشان كده يعني استاذ صلال قال ان ده شرط تعجيزي. يعني استاذ صلال اعتقد ان النادي الاهلي واعضائه اكبر من اي مؤامرات، واعتقد ان اعضاء النادي الاهلي جاهزون للرد على اي قرارات تدار او تجهز في الخفاء لن يقبلها اعضاء النادي الاهلي ولن يسكتوا عنها، وده تحذير زي ما هم بيحذروا. لا مش يعني اعتقد ان اعضاء النادي الاهلي بيوجهوا رساله تحذير لكل من يفكر في ادانه النادي الاهلي او زي ما هم بيحذروا النادي الاهلي. استاذ اكرم الناقد الرياضي بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله. اعتقد كده استاذ طلال ان يعني امور كتير جدا قال ده تدخل حكومي، ده مش تدخل حكومي، ده نمره واحد. في انهي ناحيه؟ انه قال ان موضوع اللائحه ده تدخل حكومي، ده لا مش تدخل حكومي. طب ما هو مين اللي بيفرضه يا فندم؟ انا هقول لحضرتك بس انت ايه بتنط النقط معايا، عايزك تمشي معايا لما تحط القانون عشان الوقت يا فندم. انا هقول لحضرتك هنخش بقى اللائحه الاسترشاديه. ايه موضوع اللائحه الاسترشاديه؟ اتقال انت عندك الهيئات الرياضيه، تعال نقسمها هيئات اولمبيه وهيئات غير اولمبيه. الاولمبي اللي هو خاضع ليه اللجنه الاولمبيه، الاتحادات الاولمبيه عندك 27 او 28 اتحاد، والانديه اللي مشاركه كاعضاء جمعيات عموميه في هذه الاتحادات، ومراكز الشباب اللي هي اعضاء في جمعيات عموميه هذه الاتحادات، دول اولمبيين. طيب دول طلعت نغمه قال لك دول 1200، لا هم مش 1000، هم 260 و600 واحد. قال هيطلع 1200 لائحة، كل واحد يعمل لائحة على كيفه. النغمة بقى، احنا اللي اقترحنا نعمل لائحة استرشادية، احنا للأسف قلنا طيب يا جماعة عشان أنا طلال ما يفهمش في القانون أو مش متبحر في الحتة بتاعت القانون قد يخطئ في وضع اللائحة. طب ما نعمل الفريم ونوزعه على الأندية، بس الفريم ده عبارة عن إيه؟ دعوة للأندية كلها، تعالوا الأندية نقعد مع بعض وكل نادي بيشوف حسب ما يتراءى ليه. الله ينور. يعني النادي الاهلي مثلا فندم، بدون قطع كلام حضرتك، النادي الاهلي يرى ان لا يصح او لا يصلح ان احد يتقدم لرئاسه نادي بقيمه النادي الاهلي وهو هربان من التجنيد. تمام. النادي الاهلي يرى ان لا يصح ولا يصلح ان حد يقود النادي الاهلي وهو معهوش مؤهل عالي. تمام. ده حق اصيل النادي الاهلي ولا لا؟ بص يا فندم، انا برضه هقول لك حق اصيل، بس عايز اوصل معاك لحاجه مهمه جدا. ايه هي؟ لما قلنا نقعد الانديه مع بعض قلنا هنوصل في الاخر ان احنا هنتفق على 80%. انت بتعاني من اللائحه او النشاط الرياضي ما هوش عباره عن ماكس ضرب بس، احنا اختزلنا القضيه كلها زي ما اختزلناها زمان في الثمان سنين، اختزلنا في تشكيل مجلس الاداره. لا يا جماعه، ده رياضه باداره الانديه بالهيئات الرياضيه، ده قصه طويله مليانه في اللائحه. هاتوا الانديه ونقعد مع بعض هنوصل ل 80% متفقين. هيبقى الخلاف على ايه؟ على 20%. هنبعت للانديه خد صوت بقى على ايه؟ على 20%. طب وليه ما حصلش كده يا فندم؟ في غفله من الزمن، والله اعلم رئيس اللجنه الاولمبيه ايه الغرض منها، وانا بقوله على الهوا. طلع عليها سكيتي ودكاكيني بالمنظر اللي انت شفتها دي، واطلق عليها اللائحه الاسترشاديه. ايوه، ايه الهدف يا فندم؟ نرجع تاني يا استاذ محمد، ما احنا اللائحه الموحده حط لك الشرط التعجيزي وحطها، وللاسف لما النهارده ما بكلم الوزير يقول الوزير يقول لي ايه؟ انا مالي؟ مين المسؤول اللي حط لجنه اللائحه الاسترشاديه؟ اقول له لجنه اولمبيه، يروح منك ليهم. لما رحنا مجلس الشعب وانا قلت يا سيد الوزير الكلام ده، انت جاي تناقش ايه؟ وكان موجود الاستاذ عماد وحيد، وكان موجود المهندس محمود طاهر، تناقش ايه؟ انا عايز اللي حط اللائحه دي يجي يناقشني.
ما هو ما جاش ولا خاطب انديه ولا قال لحد الانديه تعالوا قولوا لنا ايه الموضوع. طيب دي واحد. اثنين، وبعدين برضه يا فندم يحسب لمجلس اداره النادي الاهلي انه بيحاول يصل الى حل، يعني ذهب الى مجلس النواب مجلس الشعب. الحته دي عايز اقف فيها بقى عشان في ناس كتير قوي ظلموا عماد وحيد فيها، انا مش جاي ادافع عن عماد وحيد، بس انا هقول الحقيقه. ان قيل في الجرايد ان هناك لقاء في لجنه الشباب والرياضه مع الانديه. اتحدى اذا اصدرت دعوه من لجنه الشباب والرياضه الى الانديه، اتحدى. يعني مفيش اصلا دعوه. ولا واحده. الاخ عماد وحيد كلمني العصر وانا على الهوا اهو، واول مره الناس تعرف الحكايه دي. قال احنا ما لناش دعوه، احنا مش رايحين بكره. انا كلمت الدكتور محمود حسين وهو عايش وراجل محترم من رئيس اللجنه، قال لي ازاي؟ قلت له زي ما بقول لك، قال لي ده الوزاره المسؤوله انها تودع الدعوات. قلت له انا مش مسؤول عن ايه؟ مين المسؤول؟ انا بقول لك الانديه ما راحتلهاش دعوات، مين اللي هيجي بكره؟ قال لي خليهم يكلموني. كلمت الاستاذ عماد وحيد تليفون الدكتور محمود حسين واتصل بيه ونسقوا مع بعض، ومحمود حسين طلع التصاريح لعماد وحيد ولمحمود طاهر على مسؤوليته الشخصيه. واتحط منشيت انها للانديه ما بين قوسين. رحنا جوه اللي كان موجود الظهور وانا بصفتي كمواطن مشاغب والنادي الاهلي. وجابوا النادي بغزل المحله ولا ما اعرفش ايه، كان قاعد بالصدفه. وانتهينا، ادي الانديه اللي كانت موجوده واطلق العنوان من فوق مناقشه الانديه لله، ولا حد خالص. بدليل حاجه، لما اروح اناقش لائحه انت وضعتها يا محمد مش المفروض تكون موجود؟ ولا واحد من اللجنه الاولمبيه جه. هل ده بعدم اعتبار للموجودين؟ طب انا فندم برضو عشان يعني قبل الختام، اللي انا حاسه ان الدنيا ممكن تبقى سهله وممكن يبقى في خطوات لفعلا اصلاح الرياضه المصريه، تمام، وممكن يبقى في خطوات ان احنا ندعم الرياضه المصريه ونرتقي بيها. بس ليه بناخد الخطوات الصعبه؟ ليه الدنيا صعبه؟ ليه بنأزمها؟ انت قلتها وانا عايز اوصل معاك فيها، دي مهمه عشان الناس تبقى عندها فكره. سريعا يا فندم. حاضر، سريعا جدا. ان هذا الاجتماع الخاص ما هو زعم ان هو اجتماع خاص انا ما اعرفش عنه حاجه، هو لا عاديه ولا غير عاديه، سموه خاص. ادي واحد. اثنين، ان اللجنه الاولمبيه ليس من صلاحياتها اكثر من تحديد النصاب وتحضير اللائحه، الاجراءات بتاعتك انت كهيئه. يعني النادي الاهلي له حق ان هو يعمل ما بداله. لا، ما بداله. والقانون واضح، القانون واضح ان اللجنه الاولمبيه تحط النصاب وتحضر اللائحه فقط. انا بقى كهيئه اعمل على يومين، اعمل الموقعين، اعملها بالطريقه اللي تعجبنا، اصوت بايدي، اصوت برجلي الحر. الحته بتاعه الجواب بتاع اللائحه الاسترشاديه اللي قال لك النصاب، وانا قلتها قبل كده وهقولها تاني، اللي بيقول لك ايه؟ ده بتاع الاهلي مثلا 10,000 واحد من الذين لهم حق الحضور، اصدى 10,500 عضو على الاقل من الذين لهم حق الحضور اذا كان عدد الاعضاء العاملين 100,000. انت هنا قلت الذين لهم حق الحضور، ما حدش هيخش الجامعه غير ما يكون متوضي، ما حدش هيخش الجامعه الا لما يكون له حق الحضور. الناحيه الثانيه لازم نفس القصه. العاملين ده في ناس ما سددتش بقى لها 5 سنين، في ولد فصل ولسه ما كملش سنه، في عضويه جديده ما عدتش عليها سنه، ما حطيتش تقييم هنا ليه؟ وده اللي عمله بشار مرتضى ونزل النصاب من 10,000 الى 7,500. حقه ومحدش يقدر. اذا النادي الاهلي من حقه برضه ان هو يعمل النصاب، ينزل النصاب على اجتماعين، نعم، على يومين، ومحقه يعمل في مقرين الاجراءات كاملا بتاعته كهيئه. لما يطلع الدكتور حسن مصطفى، انا هسال الدكتور حسن مصطفى، وانت رئيس الاتحاد الدولي للهاندبول، لو جالك جواب من لجنه اولمبيه دوليه وقالت لي حددت لك النصاب، هتقبل؟ انا عايز حد يجاوبني. لو يقبل قول لي هقبل. انا هنا عايز اوضح لحضرتك ان احنا بنخلق المعضله. زي العاده نحضر العفريت ما بنعرفش نصرفه. هو فعلا احنا هنا في مصر او في 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 الوقت في هذا التوقيت من بعض الجهات بيبقى الدنيا سهله ولكن احنا بنصعبها على نفسنا. احنا بنصعبها روحنا. احنا اللي بنصعبها على نفسنا. اللجنه احنا تعريفها ايه يا استاذ محمد في القانون؟ اللي هم بيتشدقوا بها دلوقتي. هيئه رياضيه تتمتع بشخصيه اعتباريه خاصه وتتكون من تحدي الالعاب الرياضيه. بس. ايه بقى دخلها؟ تقول لي انا هاكل ايه النهارده وهلبس ايه؟ الصراحه يعني يا استاذ طارق عبد اللطيف انا يعني كان لازم استاذ طارق طلال عبد اللطيف انا كان نفسي يكون عندي وقت اكتر من كده كتير مع حضرتك، لان الموضوع شائك، الموضوع شائك جدا. وبقولها لك على الهواء، اين لوائح الشركات؟ ولكن اين لائحه؟ هل فعلا كما يقال ان هناك لائحه لانديه الجيش والشرطه؟ هل اين لوائح الشركات؟ فين؟ ما هو موقف مراكز الشباب اللي داخله؟ كل ده، كل الحاجات دي اسئله شائكه، ولكن
يعني احنا بنحاول، بس اتمنى ان في الحلقه ديت يكون ان في حاجات كتير، نقاط كتير بانت ليه بالنسبه للمشاهد العادي، في نقاط كتير جدا تكون بانت ليه الكل، لان في ناس بتتكلم وفي ناس بتجعجع، ولكن في الاخر ما تلاقيش للاسف ما تلاقيش اي دلاله، ما فيش اي حاجه. احنا عندنا قائمه النادي الاهلي سريعا اللي هيخش لفريق الفيصلي الاردني: شريف اكرام، احمد عادل، محمد الشناوي، عمرو رضوان، احمد فتحي، محمد هاني، رامي ربيع، محمد نجيب، صبري رحيل، وعلي معلول، حسين السيد، حسام غالي، حسام عاشور، اكرم توفيق، عمرو السولية، عبد الله السعيد، صالح جمعه، عمرو بركات، احمد حمودي، اسلام محارب، احمد شيخ، مؤمن زكريا، كريم ندفد، وليد ازارو، وعمرو جمال، وعماد متعب، واجايه، ميدو جابر، واحمد ياسر، ريان، وباسم علي. ده القائمه اللي اعلنها الكابتن حسام البدري. استاذ صلال، اشكر حضرتك شكرا جزيلا، وان شاء الله هيكون في ما بيننا وما بين بعض اللقاءات، لان في حاجات مهمه وفي قضايا شائكه وفي حاجات لازم توضح للجمهور، لان في الاخر احنا عايزين الصالح العام وعايزين مصلحه النادي الاهلي. ده عنوان قناه النادي الاهلي. ما دخلناش في محتوى استرشاديه، ده محتواها بقى بلاوي. هو دائما الشيطان يطبع في التفاصيل. بالظبط، انا بقول لحضرتك. بشكر حضرتك برضو مره ثانيه استاذ صلال، شكرا جزيلا. حضراتكم ان شاء الله عندنا دايما الملف دوت مستمرين فيه حتى يبان كل شيء في هذا الموضوع. بشكر حضراتكم وشكر موصول، حتى ان القاكم تحياتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.